يا راسي قلت ليك عيب الناس انسان، يا راسي قلت ليك عيب الناس انسان، عيبك فات كل عيوب، فات كل عيوب وزادت عدام. يا راسي قلت ليك عيب الناس انساه، عيبك فات كل عيوب وزادت عداها. العبد الكاتب تسيبو ما تخطاه، العبد الكاتب تسيبو ما تخطاه، خلي العباد يقدر مولاه. العبد الكتبة تسيبو ما تخطاه، خلي العباد يبقى الدر مولاه. من يعسر شي حنضلا صار شي حضر رزقه من من يعسر شي حضر يا صار شي حضلا يسقى من ماء. ماذا فرطت في الوقات الخالية، ضاعت لي بكيني. نغنم وقتي اليوم نذكر بالنية، نحضر في القلب بغنية. ماذا فوت في الأوقات الخالية، الذكر شباب والخير. ماذا فرطت في الأوقات الخالية، الذكر شباب والخير. الذكر في ظل من التجارة لو كان نقول أجفين، أفضل من الملك والوزارة والناس محرفة عليه. والدنيا
كلها بصراحة تقبل عدل والسفيه ربي من حرها يجي ربي من حرها يجي يا نفسي تعود ليها ماغية نبقى في يدها أسير بعد التوفيق والوصاف المرضية الذكر أسباب كل خير الذكر أسباب كل خير هذا فرط في الأوقات الخالية الذكر أسباب كل خير الذكر أسباب كل خير يا ربي عمة المصايب والذكر في قلب الصور والخلق سعاد في الغرايب والناس والها الفلوس أصل مطلوب في المطالب وصي تقليل ما يكون الناس قلوبها بكير الناس قلوبها بكير ما ينفع وعد في ارباب المعصيات ايت انا من انذير اين اقوالي مع اقوال الانبياء الذكر اسباب كل خير لما فرقت في الاوقات الخاليه الذكر اسباب كل خير باب المعصية أعيت أنا من النذير أين أقوالي أقوال الأنبياء الذكر أسباب كل خير باب فرط في الأوقات الخالية الذكر أسباب كل خير باب فرط في الأوقات الخالية الذكر أسباب كل خير النايم في القريب يفطن والميت ما يلو حساس كيفاش القول فيه ينفع راني نبني بلا اساس الناس حوالها تجنن تسعى في الوقت والفلاس معلوم نهار كبير معلوم نهار كبير يوم الحساب اشهاد الداهية لو كان تشوف ما يصير اسمع قولي تعود عن المعصية الذكر اسباب كل خير ماذا فرقت في الاوقات الخالية الذكر اسباب كل خير